إليكم تفاصيل الأخبار. كشفت النتائج الأولية لدراسة أن التأثيرات الاجتماعية لوباء كورونا المستجد COVID-19 على المرأة أكبر منها على الرجل، ويتجلى ذلك في الاعتناء بالأطفال والعمل في الوقت نفسه من المنزل أو حتى العمل الإضافي خارجه. وتدل النتائج الأولية للدراسة أن عدم المساواة الاجتماعية تجاه المرأة في الأوقات العادية تتعاظم في زمن كورونا. جاهزة؟ يلا جاهزة. فيروس كورونا في بيوتنا مخلينا. اشمعنى؟ احنا يا ستات كل حاجة علينا. انا تعبانه وقلبي مش حديد. اشمعنى؟ في العشه الضغط عليا شديد. مرهقه جدا وحالتي مش طبيعيه. اشمعنى؟ في العشه باخد شفتات اضافيه. قاعد جنبي من غير ما يهتم. اشمعنى؟ قلت له اعمل بلقمتك يا عم. قالت مديره صندوق النقد الدولي ان مصر ستكون الاقتصاد الوحيد بين الدول العربيه الذي سيحقق نمو هذا العام، حيث أشار إلى الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2% في عام 2020. وقالت مديرة الصندوق لوسائل إعلام أن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم. جاهزة؟ جاهزة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، اشمعنى؟ مصر بس هي اللي هتحقق النمو. بقول لديكي وأنا كل استقصاد، اشمعنى؟ يا رب تنمو زي مصر في الاقتصاد. قلت لديكي وأنا كل حرارة، اشمعنى؟ اوعى تقرب لا توقد الشرارة. يا كورونا خليك على قد سنك، اشمعنى؟ اقتصاد مصر هينمو غصب عنك.